والله انا شايف ان شباب الاهلي بالذات يعني المباراه دي بالنسبه له تعني له الكثير، يعني بيرجع فيها للدوري بشكل لحد كبير، يمكن منتشب بفوز كبير حققه في اخر مباراه امام الامارات، لكن المباراه دي ليها تاريخ معاه او ليها ذكرى جيده. اعتقد هي يعني لما لعب مع بنياس في الموسم الماضي كانت المباراه اللي حقق فيها من خلالها اللقب الثامن ليه في الدوري، فهي ليها ذكريات معاه وليها كمان يعني حسابات. اعتقد ان هي مهمه قوي الفوز بالنسبه له بحيث يرجع للبطوله ويستعيد اللي فقده الفتره اللي فاتت. حصلت هزه كده، يمكن وضعه اللي ظهر بيه حتى خروجه من كاس مصر في كاس اديب يعني ادى اشاره ان الاهلي مش في حالته اللي بدا بيها الموسم، واللي كان الى حد كبير قوي يعني مرشح بقوه على حساب اي نادي تاني. يعني في وقت ما كان هو المتصدر وهو اللي كان ممكن يكون ليه يعني الأرجحية بالنسبة للمنافسة. الوسط الحقيقي هو اللي راكب الموجة دلوقتي وهو اللي بلفت الأنظار إليه، واستطاع إنه يعني بفوزه على الشباب الأهلي إن هو يقول إن هو كعبه أعلى منه نسبيا على الأقل في هذا الوقت من الموسم. مش عارفين الدور التاني هيبقى عامل إزاي، لكن حاليا أنا شايف إن شباب الأهلي تراجع إلى حد ما عن ما كان عليه في بداية الدوري، والوصل تقدم إلى حد ما، وحتى فوز العين عليه بيدي إشارة ان هو الفريقين المنافسين اللي اكتر حاجة استطاعوا انه يتفوق عليه.